لو كنت تطلق انا اخوك في الاسلام وما نحب لك كان الخير. نخاف عليك من العذاب وحتى من غزرة الغير. الحين كنشوف بنات بلادي اش لابسين تبرج وتتعوج عيني تشوف وقلبي حسين. واللي غيظ اكثر ويطيع الدمعة من الخد تخرج قدام بو اخوها وما يكلم مع حتى حتى ذاك. علاش كي تحكي معاها تقولك يا متخلف؟ انا نلعن الشيطان اللي خلى قلبك بالجهل نغلف. لما تقول بنتي صغيرة نحبها تعيش شبابها ما عادش من اللي تنصح بنتها باش تخطر روحها. اخر زمان كل اليوم وين ماشيين؟ كل لليوم فاش تستنى؟ كل علاش ربي ناسين؟ علاش الوقت تبدل وين هم وصايا ابن هاشم؟ تشدني الخصا كيف الطفلة اليوم بدينها تحشم. يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، ان الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. راجل ابقى على دينك ثابت ربي قادر على الجهل. قداش من مره ريت على الحجاب بنات تهان، زعما اللي قاعد يعمل هكا في الليل يرقد ندمان. مشى زمان وتوا اقعد وشوف العجب، كل حجاب والله مو ذا كيف وكيف شرك ذهب. نشهد باللي حدد في تونس انصف المراه، ونشهد زاده باللي من وقتها المراه ماشي تتعرى. هي حره مادام مش قدوه للاخرين، خلي يبقى ونسى اللي يتشرف بيهم للدين الاخرين. ربي يهديهم ربي بقي يستر عليهم، مانيش لاعبها مصلحه انا جست نفكر فيهم. باللي الدنيا راهي ساعه واللي طاع فيها ربح. اختي نتمنى من قلبي في امتحان الدنيا تنجح. صبر والايمان هو مفتاح الخلود، شد الصحيح في دينك واصبر مهما كثر الضغوط.